أسعدتم أوقات طلابي في الصف الأساسي السابع. إنه اليوم الثلاثاء في 17 من شهر آذار سنة 2020. اليوم سنصحح وإياكم تمارين القواعد، فلنفتح الكتاب على صفحة 83. أهدافنا من خلال هذا التمرين أن نستخرج الفاعل من الجمل ونحدد نوعه وأن نذكر علامات رفعه. من فضلكم افتحوا الكتاب، كتاب القواعد، على الصفحة 83. السؤال الأول: دل في الجمل السابقة على الفاعل الوارد اسما ظاهرا واذكر علامة إعرابه. الفاعل الوارد اسما ظاهرا في الجمل التالية: صبر المرأة لا يضاهيه صبر. صبر فاعل لفاعل يضاهي مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والثاني للتنوين. مزق الرجلان أوراق الطلاق وأحضرا هديتين لزوجيهما. الرجلان فاعل لفعل مزق مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. فهمت رنا ما قاله المفكرون عن الأم. رنا فاعل لفعل فهمت مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف للتعذر. المفكرون فاعل لفعل قال مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر ثاني. يشارك أبوك أمك في تربية الأولاد. أبوك فاعل لفعل يشارك مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني واقع في محل جر بالإضافة. وقف رامي يلقي قصيدة عن الأم. رامي فاعل لفعل وقف مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء للثقل. تعبت أمي في البيت. أمي فاعل لفعل تعب مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء لانشغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني واقع في محل جر بالإضافة. السؤال الثاني: استخرج فعلا مستترا فاعله. الفعل المستتر فاعله: أعجبني أنك تقدر أمك. تقدر من أنت؟ فإذن فاعل تقدر ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقف رامي يلقي قصيدة عن الأم. يلقي قصيدة، من الذي يلقي؟ رامي، لكن الفاعل هنا ليس بعد الفعل يلقي، فإذن فاعل يلقي ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. السؤال الثالث: دل على الضمائر المتصلة بالأفعال والمبنية في محل رفع فاعل. لنتذكر وإياكم الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل: ألف المثنى، واو الجماعة، ياء المخاطبة، التاء المتحركة مع الفعل الماضي، نون النسوة، ونا المتكلمين. الإجابة على هذا السؤال: الضمائر المتصلة بالأفعال والمبنية في محل رفع فاعل هي: نساء اليوم يعملن داخل المنزل وخارجه، نون النسوة في الفعل يعملن. مزق الرجلان أوراق الطلاق وأحضرا هديتين لزوجيهما. في الفعل أحضرا ألف المثنى في محل رفع فاعل. الرجال تصرفوا بروح المسؤولية. في الفعل تصرفوا واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. أطيعي أمك يا فتاة. في الفعل أطيعي فعل الأمر، الياء ضمير متصل مبني واقع في محل رفع فاعل. إنها ياء المخاطبة. أنتم تتصرفون كما ينبغي أن تتصرفوا. تتصرفون الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وفي أن تتصرفوا أيضا الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إنها واو الجماعة. قلتم إن الدنيا أم، فهل طبقتم قولكم هذا؟ في الفعل قلتم وطبقتم. إنها التاء المتحركة في الماضي ضمير متصل في محل رفع فاعل. السؤال الرابع: أشر إلى الجملتين اللتين ورد الفاعل في كل منهما مصدرا مؤولا واقعا في محل رفع فاعل. الجمل التي ورد فيها الفاعل مصدرا مؤولا هي: أعجبني أنك تقدر أمك. من الذي أعجبني؟ تقديرك لأمك. أنتم تتصرفون كما ينبغي أن تتصرفوا. من الذي ينبغي؟ التصرف. فإذا أن وما بعدها يشكلان مصدرا مؤولا وهنا مبنيا واقعا في محل رفع فعل، لأنه يكون الجواب على السؤال من مع الفعل. في السؤال الخامس: في الجملة الأخيرة لماذا كسر آخر الفاعل أمي؟
أجب ثم أعرب هذا الفاعل. تعبت أمي في البيت. في هذه الجملة كسر آخر الفاعل الذي هو حرف الميم من كلمة أمي، لأن الكسرة تجانس الياء، إذ لا يمكن أن أضع الضم على حرف الميم، فلا يمكن أن ألفظ الكلمة بشكل صحيح. أما إعراب أمي، من التي تعبت أمي؟ أمي فاعل لفعل تعبت مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء لانشغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني واقع في محل جر بالإضافة. أخيراً أعزائي، لديكم وظيفة قراءة نص المواطنة وأبعادها في الصفحة 120، إضافة إلى حياة الكاتب والاطلاع عليها والبحث عن المفردات الصعبة في المعجم. أرجو منكم حل الأسئلة في الصفحة 123 رقم ألف وباء واحد، وشكراً لكم.